ازيك يا شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنشوف هل المارد السحري بمناخيره يقدر يعرف ايه الشخصيات في هاب دورز كلها. عارفين نجيب شخصيات كتيره جدا ونشوف هل هيعرف الشخصيات دي ولا. طبعا شخصيات في لعبه في روبلوكس، تخيل. وقبل ما نبدا الفيديو لازم كنا نعمل لايك سبسكرايب كومنت شير، ويلا نبدا الفيديو. طبعا شباب زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي انا على اكنيتور اللي هو المارد السحري او الازرق، مش عارف اسمه ايه والله. المهم فدلوقتي احنا ممكن نغير اللغات، طبعا في الماني في عربي فرنسي في كل الكلام ده، لكن احنا هنختار اللغه العربيه. انا مش عارف صراحه يعرف الشخصيه باللغه العربيه ولا لا، لكن هنشوف. تمام الشمو، ايه اللي حصل ده؟ بيقول لي ايه في الاد بلوكر؟ مستحيل يا حبيبي احلم. المهم دلوقتي هندوس على العب. هل الشخصيه انثى؟ الاول احنا المفروض نتكلم احنا هنجيب اني شخصيه. انا عن نفسي هفكر نجيب شخصيه اللي هي السيك، او لا سوري السكريتش، او مش عارف اسمه والله، اسم صعب قوي. سكريتش حاجه زي كده والله، صورته طلعت لك على الشاشه اكيد لو انت لعبت لعبه هتعرفه، اللي هو بيقول لك بس كده. تمام طبعا شباب، بس انا قدامي شويه معلومات عنه فنشوف هل هيسالني عنه ولا لا. طيب اول حاجه، لا ما هو مش انثى يعني اظن. هل الشخصيه عربيه؟ لا. تمام، هل الشخصيه مرتبطه بكره القدم؟ لا طبعا. هل الشخصيه حقيقيه؟ لا. عالم الانمي؟ لا برضو. 6 اسئله ما قالش فيهم حاجه. لا. تمشي على قدمين؟ لا طبعا، ما عندوش ايد، عارفين بيطلع في وشك كده. مارد او جني؟ لا. هل تعرف اسم الشخصيه؟ ايوه. هل الشخصيه من عالم الالكتروني؟ ايوه. هل الشخصيه مرعبه؟ ايوه. سكريتش مرعب. هل الشخصيه موجوده في لعبه روبلوكس؟ تخيل عرف. ايوه. هل الشخصيه علاقه باللون الاسود؟ لون الشخصيه اسود فعلا يا شباب. ندوس نعم. هل تعيش الشخصيه بمدينه الدار البيضاء؟ يعني ايه ده؟ مش عارف والله. هل الشخصيه اخطبوط؟ ايه ده، هو شبه اخطبوط، هو عنده كام؟ مش عارف، هنقول اه. هيعرف 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 ولا ايه؟ هل الشخصيه دي جت جسم ضخم؟ لا. معروف بالعض؟ اه تقريبا بتعضك. ايه هيعرف؟ عارفها سكريتش زي ما قلت لكم، عارفها يا جدعان. ده والله جامد قوي. نعم انت جامد والله. يلا ايوه عامل اكيد انت التوب التوب والله جامد قوي. الناس كتير 600 مش عارف كام واحد عارف يجيب او دور على الشخصية دي، فحرفيا جامد جدا. تيجي نجرب مرة كمان؟ برضه عمال يقول لي ايه في الاد بلوكر. ممكن نجرب بقى شخصية تانية، وهي شخصية مش ناس كتير يعرفوها او ناس كتير يعرفوها، الامبوش. اظن كلنا نعرف الامبوش. هل الشخصية انثى؟ يعني الامبوش ما اظنش ان الامبوش انثى، عشان نشوف كده. لا الامبوش مش انثى، ده بيخوف. هل الشخصية عربية؟ لا. هل الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل من عالم انمي؟ لا. لا نفس الاسئلة بالظبط. لا برضه لا، هو مش مارد. هل تعرف اسم الشخصية؟ ايوه اسمه امبوش. عالم الكتروني؟ ايوه. هل الشخصية مرعبة؟ ايوه. هل الشخصية موجودة في لعبة روبلوكس؟ ايوه موجودة في روبلوكس. هل الشخصية ليها علاقة باللون الاسود؟ لا، هي يعني هي حرفيا هي اخضر في اسود شوية، فانت ممكن تقول لا. ايوه. لا ما اظنش. هل الشخصية اقدام؟ لا مش على قدم. بشرة خضراء اللون؟ ايوه. في يا جدع انا خايف، ده مراقبني ده ولا ايه؟ والله ما اعرف هو اخد فعلا بصلاحيه. استنوا، هو اخد صلاحيات ولا لا؟ لا هو مش اخد صلاحيه ال اسمه ايه ده، الكاميرا او سوري الصوت، فهو حرفيا بيعرفها. في يا جدع انا خايف والله. طبعا شايف هو عارفه ويعني الموضوع مرعب. هندوس نعم. ايوه انت صراحه جامد، عرفت يا عم، اي خدمه. ممكن بقى نجرب شخصيه صعبة. هندور دلوقتي على شخصية صعبة جدا حرفيا، وهي تيموثي اللي هو العنكبوت اللي بقى موجود في الدرج. تخيل حرفيا هنسأله السؤال ده، وتيموثي ده صعب جدا. طبعا صوته ظاهر لكم على الشاشة دلوقتي. طبعا كل الكلام ده انا اصلا فاتح موقع وشايف الكلام ده كله قدامي فبكتبه او بقول يعني. تمام، هل الشخصية انثى؟ لا عنكبوت. هل الشخصية عربية؟ لا. هل الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا. هل الشخصية حقيقية؟ لا، هو ما اظنش حقيقي، هو عنكبوت بس في لعبة يعني. هل الشخصية ياباني؟ لا. ايه ده النت فصل ولا ايه؟ يا عم انت مت يا عم ولا ايه؟ النت شغال. اه ماشي. هل الشخصية على التلفزيون؟ لا.
الشخصية القادمة على قدمين، هي أكثر من قدمين، يعني هي أربعة تقريبا. لأ، عبارة عن مارد أو جني. لأ، العنكبوت. هل تعرف اسم الشخصية؟ تيموثي. أيوة، من عالم إلكتروني. هل الشخصية مرعبة؟ بيعضك. موجودة في روبلوكس. أيوة. هل لونها أسود؟ لأ، لونها جري. ماشي، عارف لو قال بس عينه حمرا هيكسب على طول. أصول إنجليزية، عنكبوت. معرفش إنجليزي ولا لأ صراحة. هل تعمل الشخصية في فندق؟ في إيه يا حبيبي أنت، إزاي ده؟ هو يعتبر فندق. أيوة. هل الشخصية بشرة خضراء؟ تملك أسنان ضخمة؟ لأ، العنكبوت. هل ساعات كل الناس؟ لأ. هل الشخصية جلوب؟ لأ، ملهاش جلوب في روبلوكس. هل الشخصية مسلسل أمومن؟ إزاي ده، عنكبوت. هل الشخصية تدخل؟ لأ، ده مقدرش حاكم في الطقس يا عم. هل قامت شخصية؟ لأ يا عم، قتلت أطفال مين؟ إنبوش مين يا حبيبي؟ لا غلط، غبي. أيوة، استمرار. نشوف، غبي طبعا. هل دمية أو لعبة أطفال؟ لأ يا عم، هي لون احمر. ايوه، عينيها لونها احمر. قدميني، هي قدمان، مش عارف هو قصده ايه. ليجز يعني. ايوه، رجله طويله. ما اعرفش بيحب يتفرج على الافلام ولا اكيد يعني، ده عنكبوت يعني. هيعرف ولا هيعرف ولا. حزبيا سياسيا يا عم، حد قبض عليك يا عم، اهدى خبيط انت. هل تحب شخصيه مساعده اخرين؟ بتعضنا يا ابني انت الفجر يا جدعان، ده ما بيساعدش حد يا جدعان. لا يا حبيبي، نستمر. لا، تنوب. اسم الشخصيه تيم موثي. تيموثي. او اتعلم بقى. ايوه اهو، عنكبوت ماب بدورس. برافو، لقد غلبتني. عيب عليك يا نواب. ممكن مثلا نجرب بالشخصيات اللي لسه نازله جديده. في شخصيه اسمها مش عارف ايه، ايه 60 ايه 90 ايه ايه 60 وايه 90، في كل ايهات. المهم هنجرب ايه 90 ده، نشوفه ايه 90. تمام. هل الشخص طبعا الصوره طلعت لكم على الشاشه برضه. هل الشخصيه انثى؟ لا. عربية؟ لأ. طب أركب كرة قدم؟ لأ برضه، نفس الأسئلة مش حقيقية برضه. لأ لأ، تسعة وتمانين. لأ، مالك أوجيني؟ هو ممكن تقول جيني؟ مافك. هل تعرف اسم الشخصية؟ أيوة. هل الشخصية من عالم إلكتروني؟ أيوة. هل الشخصية مرعبة؟ أيوة. هل الشخصية موجودة في روبلوكس؟ أيوة. هل ليها علاقة بلون أسود؟ أيوة على فكرة. هل الشخصية أخطبوط؟ لأ. هل الشخصية حشرة؟ لأ. هل تلتزم لابس لجاية؟ لأ، مش بني آدم. لأ، هيقول إمبوش لو قلت كده. ذات جسم ضخم؟ لا، يعتبر بيقتلوك. هل ممكن ده في ابطال كوره؟ لا. هل شخصيه تساعد شخصيه ش... أش... أش... ايه هل تساعد شخصيه الاشرار؟ ايوه يا حبيبي، مش سكريتش يا حبيبي، انت غبي. لا مش عايز استمر، انت غبي ما شاء الله. لا لا غلط، الشخصيه هي ايه 90. طيب شكله ما عرفهاش. ما عرفهاش. قال لي برافو، لقد غلبتني تاني. احنا ممكن ما نبقاش كده يا جدعان، احنا نحاول نجيب شخصية طبيعية وهي الجوبلينو. شفت اسمه؟ المهم صورة الشخصية تكون طالعة لكم دلوقتي على الشاشة. ثانية انا ادور عليه على معلوماته عشان ايه، اعرف انا برضه اوصفه. طيب انا دلوقتي لقيت معلومات عن الجوبلينو ده، ودلوقتي عرفت معلومات دي عنه، وهنسأل عنه، مش نسأل، نقول يعني. المهم يعني، هل الشخصية انثى؟ لا. هل الشخصية عربية؟ لا. هل الشخصية مرتبطة بلعبة كرة القدم؟ لا. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل الشخصية من عالم الأنمي؟ لا. هل الشخصية تظهر على التلفزيون؟ لا. هل الشخصية تسير على قدمين؟ لا. ايه ده؟ لا صح والله، تسير على قدمين. سوري سوري سوري، ايوه تسير على قدمين. هو هل الشخصية شريرة؟ انا لا اعلم، ما اظنش هي شريرة. هل الأسلحة النارية في القتال؟ لا يا عم. هل الشعر رأس؟ ملوش شعر. لا، اقرع. عضلات يعني ايه، مش فاهم يعني ايه مفتولة بس عضلات. لا يعني ماهرة في استخدام الكمبيوتر. لا. هل الشخصية من حيوانات؟ نعم. هل الشخصية تلقب بفيتامين الفرقة؟ لا. ايه ده يا ابني، نادي اهلي مين يا ابني؟ حد مين؟ لا، مين ده؟ مين ده بجد؟ لا يا اسطى، استمرار. ايوه يا عم، ليه علاقة بالعب يا عم؟ ايوه يا عم، عارفه على النت. زرقاء؟ لا مش زرقاء. ابتسامه مرعبه، ما بتسمش اساسا. لا، مين ستيفن سبير؟ ايه الكلمه دي؟ شخصيه مش بيضه. لا ايوه، اخيرا موجوده في روبلوكس. ايوه قريت، هي مش المفروض، هي مش خنزير، بس هنقول اه. لا مش خنزير، هستهبل. طب نجرب يا عم، جت على دي عصا خشبية تقريبا. اه مش بيجي، مش بيجي. لا غبي يا عم، يا عم نجرب باستمرار. هو اخر شخصية كده كده، اصدقاء من البشر. لا يا عم،
هل الشخصية ذيل؟ لا أظن. هل الشخصية مخترعة؟ لا. هل الشخصية قنفذ؟ لا. أو هيئة حيوان؟ أيوة. هل الشخصية سيف أو حربة؟ لا. مش ايه حربة دي، مش عارف ايه ده، لون وردي؟ لا. أنا هبص حرفيا على الشباك، أمان فروم ذا ويندو. طبعا معرفهاش، وأنا هقوله لا، وأقوله لا، وأقوله إنك غبي، وأقوله إن هو متوقعه. ثانية واحدة كده، الرجل القنفذ لا، عنكبوت لا، غبي، ما كانش متوقع اساسا. هنقول له لا، شخصية ليست موجودة في القائمة. هنقول هي اسمه صعب، جوبلينو. جوبلينو، تمام. طبعا معرفوش، ما شاء الله اهي الجوبلينو. وقال لي برافو لقد غلبتني، متخيلين غلبته اكتر من مرة، ويقول عليه اللي ما بيتغلبش. يا عم سهل والله. وبس يا شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، كومنت، شير. ممكن نجرب المرة الجاية بالانجليزي، ممكن يكون انجليزي بيكون الموضوع اوضح او اسهل. وبس، قولوا رأيكم في الكومنتات. وبس، سلام.